عايزه افهمكم نقطه بنات، ان خطوره النموذج الابوي السيء في حياتك من الاب النرجسي هيدخلك في كارثه، بمعنى هيخليكي طول الوقت عرضه في انك تخشي في علاقات مؤذيه. ليه؟ الاب النرجسي بيعاملك ازاي؟ باهمال، بتجاهل، برفض، بنظام تقدير، بانه يحملك مسؤوليه نفسك طول الوقت، ان انا مش مسؤول عنك، انزلي اشتغلي، ان انت انا مش مسؤول عن دراستك، انا مش مسؤول عن كذا، ومش مسؤول عن جوازك مثلا او حاجه. فطول الوقت النموذج الابوي بيحملك مسؤوليه نفسك وبيقول لك انا مش مسؤول عنك، وان اعطاكي بيعطيكي بنظام التقدير، اذا كان مشاعر او وقت او تواصل او مال او سند او اي شيء. فبالتالي هنا انا ليه ببقى داخله في اي علاقه اصلا ببادر كتير وبعطي كتير وبتنازل كتير؟ ما انت تم تدريبك على كده، تم تدريبك ان انت المسؤول عن نفسك، هو ده غلط. المفترض ان الراجل داخل في حياتك عشان يبقى مسؤول عنك. فهنا النموذج الابوي السيء خلاكي عرضه طول الوقت للعلاقات المؤذيه عشان ما عندكيش حاجه تقدري تختاري عليها صح. وهي دي الكارثه، هي دي الكارثه في حياه كل بنت كان ابوها نرجسي. فبالتالي هو عودها انك تكوني مسؤوله عن نفسك، اصلا مفترض هو اللي يكون مسؤول عنها، علمها ان دايما طول الوقت ترضي باقل القليل في كل شيء، في الاهتمام وفي القيمه وفي الوقت وفي التواصل وفي الفلوس وفي الصرف وفي السند، وطول الوقت بيصنع منها راجل اعتمد على نفسك، ما تشغليش دماغك. فمن هنا نموذج الابوي السيء من الاب النرجسي لبنته هيخليها دايما عرضه في دخولها في علاقات مؤذيه طول الوقت، لانه بيحملها مسؤوليه نفسه ومسؤوليه اخطائه احيانا. يعني احيانا البنت بيبقى ربنا كرمها مثلا وتوظفت وبقى لها دخل كبير والكلام ده، وهو طبعا صرف فلوس وشمال ويمين، فيبقى كمان طمعان فيها. يعني هو كمان تخيلوا بقى، هو يعني ايام ما كانت بتكبر قدامه ما كانش طول الوقت مسؤول عنها، فإن أعطاها يديها بنظام التقطير، ولما ربنا يكرمها وتقف على رجليها لوحدها وهو كان مشايلها مسؤوليتها، تمام، فيقول لها اديني، فيبقى هنا طرف ظالم من الجهتين. طب انت ما أعطتش، تمام، ويدينها ويقول لها ما أنا كنت بصرف عليكي، اديني من مرتبك، اديني من فلوسك. فطول الوقت يبقى ظلمها في الأول لما ادها النموذج الرجولي الغلط، وظلمها لما مشاها بنظام التقطير، وظلمها لما رمى مسؤوليتها عليه، مسؤولية نفسها عليها، وظلمها في الآخر لما عايزها تشيل هي كمان مسؤوليته، لما دمر نفسه ودمر فلوسه، وفي الآخر نزل لمرحلة الفقر، بس هي ربنا كرمها ووقفت على رجليها بالفتافيت اللي كان بيدالها، فدينها بالفتافيت دي وقال لها يا ما أنا صرفت عليك، فغصب عنك دلوقتي انك تردي الدين ده. فده دين وهمي يا بنات، دين وهمي. فطول الوقت الراجل ده بيحولك لراجل يصنعه ليشيل خيبته وهو اب، ويشيل فقره لما يفتقر من كتر الصرف على غيرك. فبلاش تظلموا نفسكم في ان انتم ما تكونوش فاهمين اصلا ربنا ولا الراجل امرك ازاي. ربنا ولا الراجل امرك بان يكون مسؤول عنك، ان يكون بجد راجل، لكن مش طول الوقت يرمي مسؤولياته واخطائه وبلاويه عليك، اذا كان زوج مثلا او حاجه فيرمي مسؤولياته عليكي، ويرمي كمان دوره عليكي، وانت غصب عنك تشيلي، والمجتمع الفاشل يسقف لك ويقول لك اه برافو عليكي انت كده ست شاطره. لا انت مش ست شاطره، انت ست مظلومه، انت ست مكسوره، او انت ست ساذجه، او انت ست هبله مش فاهمه ان دور الراجل ده وده دورك. انا دوري ده هعمله على اكمل وجه زي ما ربنا قال، لكن دورك انا غير مسؤول عنه، دورك انا غير مسؤول عنه. فيا جماعه الاب النرجسي والزوج النرجسي خلي بالكم منهم، لانهم بيتحولوا بجد الى ناس طماعه ان وقفت على رجلك. طول ما انت تحت سيطرتهم ماشيين بنظام التقطير، اول ما تقفي على رجلك وربنا يكرمك وتشتغلي تسافري ربنا يكرمك بأي دخل، هيتحول في لحظة لطمع ومستغل لحياتك. لإما معرفش يمد إيده ويكبش من اللي في جيبك، طول الوقت هيحسسك بشعور ذنب وشعور رفض أكبر، وهيفضحك ويسمع الناس والدنيا كلها بيك، إنها إزاي مش مسؤولة عني، إزاي أنا نفسي أفهم إزاي الزوجة تكون مسؤولة عن الزوج وتكمل خيبته
وازاي المجتمع ده ازاي يقول ايوه تساعده. المفترض ان الراجل هو يا جماعه اللي بيكون مسؤول عن الست. ازاي المجتمع ده يعني الموضوع اتشقلب فيه، ازاي طول الوقت تجبروا الست انها تساعد، لا وكمان تشيل خبط الراجل وكمان مش عاجبكم. ايه ده يا جماعه؟ افهمهم يا بنات، افهمهم ان طاقتك، متخيلين ان انت طاقتك وخيرك ده لنفسك والاب مسؤول عنك. يعني اللي معاكي مش انه مفترض ان هو يضغط عليك وياخده منك وكمان الزوج ياخد منك، وتخيلوا بقى الاثنين، يعني الحاله اللي كانت بتكلمني الاب عايز ياخد منها والزوج عايز ياخد منها في حين ان هما الاثنين كانوا مبهدلينها. فايه ده؟ يعني انتوا المفترض بدل ما تكونوا مسؤولين عنها وان انتوا تساعدوها تاخدوا منها، تتحولوا منتم لطول الوقت ناس مستغله ليها. يعني كفايه انها شايله نفسها وكفايه انها شايله بيتها وشايله عيالها، فتتحولوا كمان انتوا كمان لعيال صغيره طول الوقت تطلبوا منها وهي طول الوقت بتضغط نفسها لدرجه انها بقت تخش في سلف وفي ديون وفي قروض عشان تقدر تشيل خيبه غيرها. انا اسفه. بصوا يا جماعه، لا ضرر ولا ضرار، ما ينفعش تشيلي اخطاء غيرك، ما ينفعش تشيلي اخطاء غيرك، اتعلموا الدنيا دي، وما تنفعش تشيلي دور غيرك، وما ينفعش تشيلي مسؤوليات غيرك. لكن اي حد هيجبرك بالفتح بقى او بشعور الذنب او شعور التقصير او شعور ان يشوشر عليكي ويسمع الناس كلها ويقول ده ظلمه ومفتريه، ده ما بتدينيش مع ان هي معاها، مع ان انت طول الوقت بتموتي نفسك لدرجه انك هتحطي حياتك وحياه اولادك على المحك وتاخدي قروض ومش عارفه تسديها عشان تشيلي خيبه الاثنين، انا اسفه انت بتظلمي نفسك. اقفي وستوب. المساعده لها حدود. المفترض مش انت اللي تساعدي، المفترض هم اللي يساعدوا. مش المفترض ان انت اللي تدي، المفترض هم اللي يدوا. مش المفترض ان انت تكوني مسؤوله، المفترض ان هم اللي يكونوا مسؤولين. فهنا انت بتظلمي نفسك. وقفي على رجلك. وان تحول الاب او الزوج الى طاقه مستغله بعد لما تقفي على رجلك ويكونوا هم الطمعانين فيكي، اكيد هيستخدموا تشويه السمعه والعزل ومشاعر سلبيه طول الوقت هيصدرها لك بشعور الذنب وان انت ظالمه. ازاي انت ظلمة؟ فعرفي ان انت في الاول ظلمتي، ولو كملتي في نفس الطريق لما تقفي على رجلك وتخلي اي حد من النرجسيين دول يشد طاقتك ويشد خيرك ويدخلك في قروض ومشاكل او سجن، او انك حتى توصلي حتى لمرحلة الفقر، مش هقولك ان انت ممكن تسجني، لا، لو حتى بس مرحلة الاحتياج او الفقر، استوب. وقفي الناس دي عند حدها وعرفي تقولي لا بدون ذنب، لان انت المفترض ان هم يكونوا مسؤولين عنك مش انت المسؤولة عنه. السلام عليكم.